كم من كونسبت حكينا عنهم من برا اللايف اللي هو الانيمالز اللي هم الفا وبيتا حكينا عنهم عارفين ايش يعني الفا وايش يعني بيتا الالفا شجر ايش يعني انيمالز ايش يعني انيمالز الهايدروكسيل جروب كان بالاضافه او بلو اوكي ممتاز يعني انه الشجر بيكون سايكليك والهيدروكسيل جروب تبع مين الفانكشنال جروب اللي كانت فانكشنال جروب اللي هي شو بنسميها؟ الانوميريك كاربون اذا كانت تحت الرينج بنسميها الفا سبكة اذا كانت فوق بنسميها بيتا ممتاز هذا بالنسبة للانوميريك وحكينا عن الجلايكوستيليك بوند ايش هو الديفينيشن اوف الجلايكوستيليك بوند؟ ايش هي الجلايكوستيليك بوند؟ يلا الجلايكوستيليك بوند انه اول ما تتشقق الجلايكوستيليك بوند في شغلتين ما بصيروا احكي لي اكسلنت ما في ميوتا روتيشن يعني الالفا والبيتا خلص بوقف اذا كانت بيتا بتطلع بيتا اذا كانت الفا بتطلع الفا اكسلنت هاي واحد اثنين يس ذا سايكل ستيز كلوز اتس لوك ات دزنت اوبن اب اني مور ذاتس ات حلو هذا هو الكي تبعنا عشان ندخل على الدايساكرايز لأن الدايساكرايز بتشكل من الجلايكوستيليك بوند ما بين تو شجرز لو الشجرز كانوا ذا سيم بنسميها الدايساكرايد أو هومو دايساكرايد لما الشجرز يكونوا ديفرنت فبنسميهم إتس هيترو دايساكرايد أوكي هلا It's a condensation reaction. لما نربط التو مونوسكرايدز مع بعض. Condensation ليش؟ لأنه بطلع من الرياكشن مي. فما نسميه a condensation reaction. It requires an enzyme or enzymes known as glycosyl transferases. And the bond is very stable. A large amount of energy is needed to break the break up the bond, this covalent bond. وحكينا in that case, the monosaccharide or the subunit بنسميها a residue. فلما يكون الشجر is part of a large structure بنسميه a residue. Okay? By itself, it's not. هلا لما نطلع احنا عن الدايساكرايد بدنا ننتبه على أكثر من شغلة لما بدنا نسميهم أو لما بدنا نميز هالدايساكرايد بدنا نطلع على الريزيدوز إيش هم هذول؟ جلوكوز، جالاكتوز، فروكتوز، شيء ثاني؟ I've no idea. So we need to look at the residues themselves and define what they are. هاي واحد. الشغلة الثانية بدنا نعرف إذا كانوا D ولا L. هلا بالسايكليك فورم أنا ما حكيت عنه لكن بالسايكليك فورم ال D sugar بكون ال carbon number 6 بتكون above the ring. ال L sugar بكون below the ring. ما راح تلاقوا hardly you will find a textbook بالبايوكيمستري حتى المجلدات اللي بورجوكم فيه ال L sugar بالcyclic form. بتلاقوها على جوجل يعني الأشياء اللي هي rare ويعني مش موجودة. فكل ال sugars اللي راح تمر عليكم D sugars. ال natural sugars اللي موجودة عندنا في السيستم هو هم الـ D sugars. Okay, actually, يعني هو الـ D sugars هم the most common in living organisms. The exceptions are the exceptions. The bacteria ممكن يكون عندهم L sugars. لكن we cannot metabolize L sugars. يعني لو أكلنا L sugars زي ما بخل زي ما بطلع. It cannot be metabolized.
بدنا نطلع لما نشوف احنا الداي سكرايد بدنا نشوف ايش هم الكاربنز اللي عاملين الجلايكوستيريبون. لازم يكون منهم وحده انوميريك كاربن لازم اوكي، لكن عامله البوند مع مين؟ مع كاربن رقم ايش بالمولكيول الثاني. That's important. فكمان شغله بدنا نعرف الاوردر، فاللي بكون موجود على الشمال هو رقم واحد، مولكيول رقم واحد، حتى الامينو اسيدز والبروتينز الموجود على الشمال يوجوالي هو رقم واحد. بالنسبة للنوكليك أسيد، النوكليوتايد اللي بيكون على الشمال هي رقم واحد، same concept. فا والثاني اللي هي بتكون على اليمين لإلهم أنسوا أنسوا. وبعدين من الميز إذا كانت الجلايكوستيريك بوند للمولكيول الأول اللي عامل لي الجلايكوستيريك بوند هي ألفا ولا بيتا. طيب فهيك لما نطلع إحنا على الدايسكرايدز هلا. These are the three most common disaccharides اللي الكل بحكي عنهم. السكروز اللي هو السكر اللي بنستخدمه daily. اللاكتوز اللي هو الحليب الأم، حليب البقر. That's the sugar that's present in milk. And maltose اللي هو سكر الشعير اللي موجود في المالت في الشعير. Okay. نطلع على المالتوز لأنه it's the easiest. احنا ايش حكينا؟ بدنا نطلع we need to identify the residues that make up maltose. هذا ايش؟ هذا جلوكوز. كيف انا عرفت انه مش جلاكتوز؟ لانه مش مع بعض. كيف عرفت انه مش مانوز؟ نطلع باسمه ايوه، نطلع على كاربون نمبر 4 بما انه below the ring هاي الكاربوكسيل جروب، فبعرف انه جلوكوز. لانه الجلاكتوز حتكون ايش؟ above the ring. وبالنسبه لكاربون نمبر 2 how on I can differentiate between glucose and mannose اللي هو below the ring glucose above the ring mannose. إمني هاي واحد. شغلة تانية هلا هذا الجلوكوز مولكيول وين كاربون نمبر 1؟ هاي كاربون نمبر 1، يبقى هذه هي الآن من الكاربون حلو؟ إمني ألفا ولا بيتا؟ إمني ألفا. ليش؟ لأنه نورس إنه it's below the ring نازل تحت so it's ألفا. ممتاز. هلا هذا المولكيول ايش؟ It's glucose as well. كيف عرفت؟ same thing. نفس العلامات. طيب الفا ولا بيتا؟ الفا. لانه وين هي الانوميريك كاربون؟ هي الانوميريك كاربون هي. اوكي؟ فنازل تحت فالفا. طيب اذا الجلايكوستيريك بوند اللي ربطت ما بين التو جلوكوز ريزيدوز او مونومرز او سب يونتس بين مين ومين؟ كاربون رقم ايش مع كاربون رقم ايش؟ كاربون رقم واحد مع كاربون رقم نمبر 4. اكسلنت. يبقى احنا بنحكي انه هذا جلوكوز الفا او الفا جلوكوز 1-4 الفا جلوكوز. او بنسمي الجلايكوستيريك بوند this is an الفا 1-4 جلايكوستيريك بوند. an الفا 1-4 جلايكوستيريك بوند. اوكي؟ اعتمادا على الانوميريك كاربون الاولى اللي بتعمل البوند. هلا في شغله ما حكينا عنها امبارح اللي هي انه عندي الشجرز ممكن يكونوا ريدوسينج وممكن يكونوا نون ريدوسينج. ايش يعني ريدوسينج؟ يعني انه بيقدروا يعملوا ريدكشن لمولكيول ثاني وهم بيصير لهم اوكسيديشن. هذول ريدوسينج شجرز. النون ريدوسينج شجرز معناته انه بيقدروا يعملوا ريدكشن. حلو. طيب ايش الديفينيشن اوف ريدوسينج شوجر؟ هاي القاعده تذكروها. ريدوسينج شوجر از ا شوجر ذات هاز ا فري انوميريك كاربون. اوكي؟ سو ذا ريدوسينج شوجر از ا شوجر ذات هاز ا فري انوميريك كاربون. بمعنى لو كانت الانوميريك كاربون اوكيوبايد شيء يعني it's bonded, it's involved in a bond with something else معناته it's not free. Okay؟ سهل. نطلع على maltose. Is it؟ فكل monosaccharides are reducing. Makes sense. هذا كل الأمر إلا إذا كانوا modified but they are not reducing. هلا نطلع على maltose. Is it a reducing sugar؟ yes. No. Yes. 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 لأنه yes, هاي الانوميريك كاربون is free. هاي الانوميريك كاربون is not. لكن عندي هاي الانوميريك كاربون is free. So yes,
it is a reducing sugar. Yes, it is. Hello. Is that good? Are you so up for moving on? Yes, exactly. فعل مع البنتك. Yes, yes. سؤال ذكي. How can we differentiate between monosaccharides and disaccharides in this case? Because عملنا احنا Benedict's test. بكون darker if it's monosaccharide. You can differentiate between the two. إنه لو استخدم نفس المولز بالنسبة للمونوساكرايد والدايساكرايد, the rate of reaction راح يكون أسرع على المونوساكرايد لأنه كميته أكبر. So it is beta.
So that's a fair way of looking at sucrose. Sorry, is it a reducing sugar or not? No. It is a non-reducing sugar because both aromatic carbons are occupied in a bond, in the glycosidic bond. الواحد اللي هو تبع الجلوكوز والأرومانيك كاربون تبع الفروكتوز هو رقم 2. البوند هي ما بين 1 و 2. نعم. كاربون 1 شو سمي ايش؟ الريت تبع ايش؟ كاربون 1 وين كاربون 1؟ اللي هو هذا؟ لا تبع الفروكتوز؟ نعم سؤال هل كاربون رقم 1 للفروكتوز انفولد او جزء من الرينج؟ نو اتس نوت. Okay, but the sucrose is a non-reducing sugar because of that reason. أي سؤال؟ تفضل، عندي صوتك. فهي الأرومانيك كاربون لاحظوا انها طالعه شويه لفوق مع
معناته it is beta. وهذه كمان طالعة لفوق. هذه كربون نمبر 1، هاي الانوميريك كربون. كيف عرفت؟ عندي two indications. هذا رقم 6. سهل. 6 5 4 6 5 4 3 2 1. اوكي؟ هاي واحدة. الشغلة الثانية تطلع على الـ O اللي موجودة عندي هون، هاي اللي تحت هاي موجودة، هاي رقم 1. فـ two indications. فهذه بيتا وهاي بيتا. فالجلايكوستيريك 1 هي بيتا 1 1. Okay? Try to practice at home. على هاي الأشياء. أي سؤال؟ لغاية الآن. صار الأمور شوي confusing يمكن، بس يعني once you get the hang of alpha and beta وإيش يعني الكونسبت تبع اللايكوستيريك 1، خلاص هي أول سؤال بدأت فيهم المحاضرة. Once you get it, خلاص you should be fine. And I promise, I will not get you something يعني confusing. زي السوكروز. سوكروز يعني انسان. هلا الارتفيشال سويتنرز، في انواع من الارتفيشال سويتنرز اللي بنستخدمهم عشان زي ما الدايت. وكوميرشال نيمز برضه مختلفه. هلا منها في الكوميرشال نيمز سبلندا، هو عباره عن موديفايد سوكروز. هاي السوكروز اتس نون از سوكرالوز. بدل ما يكون عندي او اتش شلناهم وحطينا بداله كلورايد. هاي واحد صار different molecule. الشغلة الثانية انه شربنا الكلورايد، هاي الموجودة على الكربون نمبر 4 اللي موجودة هون، هيدروكسيد جروب شلناها حطينا كلورايد بس شربناها. Regardless يعني. We cannot metabolize this product. We don't have an enzyme that enables us to metabolize this. فعشان بس بيعطي sweet taste، فعشان هي يعني يقول لك اوه نستخدمه عشان الدايت. في انواع ثانية، في السكرين. السكرين برضه modified sugar. We cannot metabolize it. لكن لما بعد decades اكم من عشرات السنين استخدموا، طلع بالاربعينات يمكن ولا الثلاثينات، قبل 70 80 سنة الناس استخدموه. بعد 40 سنة اكتشفوا انه بيعمل كانسر بالمايس. بيعمل كانسر بالفيران. بالمايس. فقالوا واو هذا ممكن يعمل كانسر بالهيومنز، لما عملوا التجارب على الهيومنز طلع انه نو ات از سيف بس فور سم ريزن بس بالفيران. يعني ها شوية تاريخ. هلا حكينا عن اللاكتوز، هلا في بس عشان نعطيكم كلينيكال فليفر هيك عشان ما تحسوا انه كله بيزك اورجانيك كيمستري، شوي نحكي امراض. في ناس لما يشربوا الحليب بتوجعوا على طول، مغص، غازات، دايريا، اشي وضع مش طبيعي. ليش؟ لانهم لاكتوز انتولرنت. نسميهم هذول الانديفيدجوالز لاكتوز انتولرنت، يعني they are not able to metabolize. They cannot metabolize lactose. ليش؟ لانه الانزيم لاكتيز ما عندهم اياه. اوكي؟ فاول ما يشربوا اللاكتوز مشاكل في معدتهم على طول. فهذا هو ايش هو ايش بصير عندي هون؟ انه اللاكتوز ما بيصير له اي ميتابوليزم واتس ايفر، فبنزل اللاكتوز على الانتستنس، سمول انتستنس، ما في لاكتيز، ما في ميتابوليزم، بنزل على لارج انتستنس، تبدا البكتيريا باللارج انتستنس تعمل احتفالات وفاير وركس ومبسوطه على حدا لانه اجاها اكل، فاجاها اللاكتوز فبتعمل ميتابوليزم لللاكتوز. These bacteria produce gas, methane gas, CO2, organic acids, يعني a lot of harmful products that cause diarrhea and gases. مشكلة تانية كمان عند ال children هي اسمها galactosemia، برضو it's related to digestion of lactose. هدول اللي عندهم galactosemia they are not able to metabolize galactose. فبرضه اذا شربوا حليب، الحليب ايش هو؟ لاكتوز، فيه جلاكتوز وجلوكوز، الجلوكوز بمر بسلام ميتابوليزم رائع. الجلاكتوز ات كانت بي ميتابولايز لانه الانزيماتيك ماشينري اللي موجود مش موجود عندنا. نفس الشيء البكتيريا بتهيص على الجلاكتوز، they metabolize جلاكتوز، same idea. زائد actually الجلاكتوز بتدخل على السيلز and cannot leave anymore. Actually ممكن يتحول لشيء اسمه زي السوربيتول and cannot leave the cells. فبيبدا عندي اوزموسيس، بتبدا المي تدخل جوا السيلز.
الخلية بتصير enlarged and